اننا دعمنا صلاح وهاشتاج صلاح اسطوره، هنستمر يوميا في دعمنا للسياحه المصريه. الهاشتاج اللي احنا عاملينه ومكملين فيه كل يوم اسمه هاشتاج ادعم سياحه مصر. النهارده عندنا معلم سياحي رائع، واحده من اهم المدن الاثريه والسياحيه في العالم، مدينه الاقصر، وتحديدا هنذهب فيها الى معبد وادي الملوك. يحظى وادي الملوك التاريخي جنوبي مصر بإقبال ملايين السياح خلال فصل الشتاء وسط فضول لاكتشاف المعلم الأثري الذي يكشف جانبا من نظرة المصريين القدامى إلى المقابر وما كانوا يعتقدونه خلودا بعد الرحيل عن الحياة. وادي الملوك عبارة عن وادي مغلق ضيق يقع في البر الغربي للنيل خلف صخور جبل طيبة بالأقصر، وهو من الناحية الجغرافية أخدود غير عميق تحيط به المرتفعات، ويشبه حفرة كبيرة غير منتظمة الشكل تتوسط مرتفعات حافة الهضبة الغربية، كما أنه يواجه من الناحية الشرقية معابد الكرنك التي تبعد عنه بنحو 3 كيلومترات، والطريق الذي يؤدي إلى وادي الملوك من مدينة الأقصر بعد عبور نهر النيل طريق طويل يخترق السهل مرا بمعبد سيتي الأول في قرية القرنة، ثم ينثني ناحية الغرب في طريق صخري كثير الانحناء يخترق التلال، ويبلغ طول هذا الطريق نحو 5 كيلومترات. قصة اختيار هذا الوادي مكانا لدفن الملوك ترجع إلى تحتمس الأول ثالث فراعنة الأسرة 18، إذ أراد أن يختار قبره في وادي منعزل خلف صخور طيبة حفظا لجسده وصيانة له من أن تمتد إليه أيدي اللصوص، فعهد إلى المهندس أنيني أن يختار له هذا المكان. ومنذ العصور السحيقة حتى عهد ما قبل الأسرات اختار المصريون القدامى مقابرهم على حافة الصحراء بعيدا عن أرض الوادي الزراعية التي تغمرها مياه الفيضان سنويا أو على سفوح التلال الصخرية حتى تكون بعيدة عن متناول أيدي اللصوص والعابثين. إسراء سعد، آخر النهار. مصر مليئة بالكنوز ومليئة بالآثار ومليئة بالمعالم. كل قطعة في مصر بجد مش هزار، كل حتة في مصر يصلح ان انت تعمل عليها حملة كاملة للترويج السياحي والأثري. ومش عايز ابقى ببالغ، يعني في دول تانية مش عايز اقول اسمها عشان ما يبانش ان انا بقلل من اهميتها، يعني كل الاحترام لكل الدول، في دول تانية عندها حاجة صغيرة كده ما تسواش، بس بالصنعة وبالحنكة وبالمهارة وبالعلم عاملين عواليها بلو، مخليينها واحد من اهم الاتراكشنز. اتراكشنز يعني حاجات اللي بتجذب السياحه على مستوى العالم، وينفخوا فيها ويعملوا لها حملات ويشوفوا لها ايه ويخدموا عليها ازاي ويعملوا لها ماركتنج وكذا وكذا، لدرجه ان العالم كله يتلحس عليها، وهي حاجه بجد ما تسواش واحد على 100 من واحد من المعالم او واحد من الاثار اللي عندنا في مصر. احنا بس محتاجين نشتغل على حاجتنا بشكل اذكى، وفي صنعة اكتر وفي علم بس، وشوفوا ساعتها المدخول السياحي في مصر هيبقى عامل ازاي.